انت سيف دخلت الاداره بطريقه حتى حاولوا يرجعونك الاعداد وانت رفضت ودخلت وسلمت على اخوانك وجلست قهوه معهم شو اللي حاصل؟ اول شيء ابو سلطان انا اوقف وقفه احترام لك ابو سلطان وهذا اول حاجه، وثاني حاجه انا اشوف يا ابو سلطان انك عز الله انك تقول الحق ولا تميل على هذا ولا تميل على الثاني، فانا اشوف والله اني مخطئ يا ابو سلطان، ولكن وشو انا سلطان اخوي ما شفته صار يمكن حول 3 أسابيع ما ادري اسبوعي، وجاء وعلمني واحد من العيال انه موجود، جيت قلت يا ابو عيسى في شيء، اشوف ابو عيسى متغير وجهه، قلت ابو عيسى في شيء، قال لا ما في شيء رح قلت في شيء يا ابو عيسى، انا ادري ان اخوي موجود ولكن ابيه يقدرني ويقول موجود اخوك واجي اسلم عليه، وانا ادري اني مخطئ ترى. قلت يا ابو عيسى خلني بدخل، قال لا ما ادري شنو، قابلت اخوي قدامي وما قدرت والله يا ابو عيسى، حتى يعني ما اقدر اني اشوف اخوي قدامي وانحرم منه وهو جايني من ابو عيسى في الكنترول، انا ابو سلطان انا. ايوه اي اقول عن ابو عيسى يعني. فما قدرت اني اشوف اخوي جايني منك من الحفر. ليش ابو عيسى قاسي معكم لهالدرجه انك تشوف اخوك ويقول لك لا تسلم عليه؟ والله اني ما ادري عنه يا ابو، ادري انها سياسه برنامج، ولكن اقسم بيت الله اني هداني عنه حدي وانا ودي اني اسلم عليه. وش اللي جابك عشان تشوف اخوك انت اول؟ عشان جايب لي العزبه هو. ها كيف عرفت انه جاي اخوك؟ علمني واحد من العيال. من؟ عبد الله الكرعاني علموه فقره خذها كاش، قالوا عبد الله الكرعان. شلون علموه؟ فقرة خذها كاش هي. قالوا ان عبد الله الكرعاني عندهم خبر يعني، فهو عبد الله الكرعاني جاء وعلمني. وين عبد الله الكرعاني؟ تعلم الشباب انت؟ انا طال عمرك كنت كانك سمعت لي اتكلم. سامح لي اتكلم. انا طال عمرك كنت اسجل العبرة الوطني اللي سجلناها امس لكن لي جاني برا طال عمرك اخو سيف. السلام عليكم كيف الحال؟ قلت الله يسلمك طول عمرك كيف الحال طال عمرك وانا ماشي. قال لي طلع مسلمها كلم سيف اللي جايب لنا العزبه. قلت انا بعلم الشباب اللي توي اللي هو في الكنترول ابو عيسى والشباب. قلت ترى اخو سيف المطيري جايب العزبه. على اساس ان الرجال يطلع سلامه يجي ياخذ العزبه من اخوه، انت سمعت؟ انا كلمت ابو عيسى اللي هو انا جيت مثل ما تقول مرسول. اخذت كلام من اخو سيف ووديته لابو عيسى. طيب ودخل طال عمرك انت بلغت برضو الفريدي انه يكون موجود، بس الفريدي تجاوب لما منعوه انه رجع. من هو؟ انت. انا ايش؟ انت بلغت الاثنين قالوا لك ناد سيف وعبد الله الفريدي صح؟ قال ناد سيف وعبد الله الفريدي يقولها ابو عيسى. اي قلنا ناد سيف وعبد الله الفريدي. نادت سيف طول عمره وناديت عبد الله الفريدي. انا كنت اسجل اصلا. وانا طال عمرك مثل الرسول، انت الحين تقول ميدي نادى فلان، انا علمت لابو عيسى اللي هم مسؤول المتسابقين جوا، علمت له قلت الرجال في رجال برا وانا اسجل، قال لي كذا كذا كذا، هذا علم طال عمرك. قال ناد سيف وعبد الله الفريدي. وابو سلطان عشانهم جايبين عشاء، جايبين عشاء شاورما. طيب خلاص يا عبد الله خلاص. ابو سلطان حتى والله ما تاخرت يا ابو سلطان، حول 10 دقائق سلمت عليه وعلى طول رجعت. اي بالله. طيب. وانا ادري اني مخطي يا ابو سلطان وانا اتاسف لك. طيب. انت المفروض انك تاخذ خصم الدبل اللي هو 3000 لانك انت اول شيء دخلت الاداره وبرضه منعت ورفضت ودخلت فيدبل عليك الخصم، لكن يا شباب اخصموا عليه 1500 دخوله لل لانه اعتذارك هذا هو اللي يخفف عليك العقوبه. اجلس يا سيف. طيب علي الجعيدي